في البدء كانت الكلمة، في البدء كانت المرأة، في البدء كانت المرأة كلمة، وكانت الكلمة امرأة. وما بين أول البدء وبين السابعة إلا ربع من الأربعاء الحادي عشر من أيار في العام 2022 كان هناك دوما صوت وما يكتم صوتا، كانت حيوات وحكايات، حيوات من قول وحرية وأمل، وحكايات من فرح وطاقة وعمل، وستظل حكايات وستبقى حيوات. وما بين صوت وصمت صار هناك ما قبل وما بعد، إنه الحد الفاصل بين زمنين، بين لحظتين في مكان واحد وفي بوصلة واحدة. كأنما اللحظة الفاصلة هذه هي الخيط الذي ينسج من الزمن ذاكرة لا تدريها الريح ولا يقلبها الوقت. الرصاصة كانت تعوي هناك، وعلى حافة الوقت كانت امرأة بكامل بهائها وحضورها، كانت تعيد لنا وهي تنزف ترتيب لحن الغياب على إيقاعها وعلى وقع نبضها، تصعد بنا إلى أكثر الموت بهاء. في هذه اللحظة الفارقة أرواح لنا تهتز، ولكن أساطير الزيف ستتفكك أيضا في اللحظة نفسها. يروى في أوراق التاريخ أن الموت ينبثق من الحياة، أما في هذا الموت الذي نحن فيه فإنه يضج بالحياة. الأجراس لم تنم في تلك الليلة، ولا زال النوم بعيدا عن رناتها، والمآذن لم تسكن، ولما تزل الابتهالات تمور في صوتها، النايات تتشقق، والأنفاس لا شأن لها بالهواء، إنها تضج بالماء كأنما الريح تصعد لأول مرة بين هواء، بين بحر ونهر، وبين خليج ومحيط. وما بين القناص ورأسه عين ضيقة وعمى واسع، وما بين الحقيقة وعينها جولة لنا راعفة وجولة للقاتلين زائفة. وما بين الرأس والقلب والكلمة عين واسعة باتساع هذا الحضور البعيد الذي لا يغيب، يتسع بكل نفس وصوت نفس، يفتل للتاريخ خيوطه وينسج الصورة فوق الصورة وتتسع الخارطة. تستيقظ الأيدي من القلب، تمشي مع الجسد المسجى، كأنما الجسد محمول بسواعد من عروق السماء ومعلق بخيوط من أدعية الروح. يمكن للرصاصة أن تختبئ خلف معدنها وأن تصم آذانها، ويمكن للقناص أن يختبئ خلف غطرسة الحديد وعشرفة القوة، ولكن العدالة لا تنام إلى آخر الدهر ولا تفيق دون من يوقظها. على العدالة اليوم أو غدا أو بعد دهر أن تضع سؤالها في ميزان الحق، فليس للرصاصة أن تحل محلها للأبد. كان يمكن لك شيرين أن تكوني هنا بالضبط، هنا في هذا المكان الذي أقف فيه الآن وفي هذه اللحظة بالذات. لقد حدث ذلك أكثر من مرة، ومع ذلك فلست أنا الذي أقف بينكم الآن، إنك الحضور كله في كل هذا الغياب، حيث لا أحد يضاهيك ولا شيء يجاريك
وكل ما في الكل معك. فلا تخصين أشخاصا دون غيرهم، ولا فئة دون غيرها، ولا جماعة دون غيرها، بل كل أحد، بالضبط كل أحد، كل أحد له منك ومعك بمقدار، كل أحد له ما له من هذا الفقد وله ما له من تلك الحياة، وكل واحد منا ينسج منها قصته ويحبكها بخيوط من نولك. وكل ما في الأمر اليوم ألا نترك العدالة تتمادى في غفوتها. هذا كل ما في الأمر الآن، لا يقال وداعا لشيرين أبو عاقلة، لا نقول وداعا شيرين، لا أقول وداعا، فالحضور الكامل لا وداع فيه.